ورغم حالة الدمار الكبيرة اللي موجودة في قطاع غزة، لكن المعادلة بدأت تتغير على الأرض مع المعارك القوية اللي بتاخدها المقاومة والخسائر الكبيرة كمان في أعداد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي واللي وصلت لربع القوات في الحرب البرية، وده طبعا وفقا للتصريحات اللي جت من هناك. جمال، صحيح، يعني وفقا لتصريح لواء جولاني الإسرائيلي الأسبق اللي قال خسرنا ربع قواتنا بمعارك غزة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي. صباح الخير على حضرتك سيادة اللواء. ومن خلال هذا التصريح يعني نتعرف من حضرتك على حجم الخسائر في الجنود والضباط اللي تحققت في جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، وأعتقد أنه لواء جولاني هو من اللواءات يعني اللي تلقت تدريب خاص بالنسبة للقوات الإسرائيلية. أهلا، صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح عليك وعلى مصر وعلى الأمة العربية كلها. طبعا احنا عارفين ان الدعاية الإسرائيلية دائما ما بتقولش الأرقام الحقيقية، ولكن احنا من خلال المتابعة اليومية لسبعين يوم قتال المقاومة الفلسطينية كانت بعد الاجتياح البري بعد شهر من السبعين يوم، يعني في اليوم 31 يوميا في خسائر في الأفراد، وسواء بالموت او بخسائر في الجرحى، يعني في قتلى وفي جرحى، وفي خسائر في المعدات كبيره جدا، وده اللي ادى الى الهدنه الاولى. الارقام اللي بتتقال ان في طبعا في خسائر يوم 7 اكتوبر نفسه، وفي خسائر ما بعد الاجتياح البري. الخسائر اللي اعلنها المعلنه من الجانب الكيان الصهيوني بتتكلم في 342 ضابط وجندي في يوم 7 اكتوبر، وبتتكلم في الجرحى بحوالي 1200 جريح. انما الخسائر المعلنه برضو من الجانب الاسرائيلي بعد الاجتياح حتى امس بيتكلم في 142 ضابط، وبيتكلم في حوالي 2700 جريح. وبيتكلم في المعدات دلوقتي ان احنا وصلنا ل 355 معده. دي الارقام اللي بيعلنها الجانب الاسرائيلي، ولكن الارقام ال 355 معده دي عباره عن دبابات مركبه والعربات النمر والجرافات، ودي يعني فعلا اكثر من ربع القوى البريه الاسرائيليه اللي بتتكون ربع القوى البريه. فان ربع القوى البريه الموجوده، ولا ربع لو هنتكلم حسب تصريح قائد لواء جولاني ربع هذا اللواء، ربع قوه هذا اللواء؟ لا، ربع قوات البريه. هي امريكا اسرائيل تمتلك كل عدد الدبابات اللي عندها كله 1452 دبابه. فالكميه يعني المعدات هي 25% من معدات القوات البريه اللي تصدت للعمليه دي. واحنا عارفين ان القوات البريه في الحرب مع غزه تشكلت في ثلاث مواقع رئيسيه، في على قطاع غزه وفي الشمال وفي الضفه الغربيه. القطاع غزه لوحده كان واخد اكثر من 60% من هذه القوات، هذه الحشود. 140 الف جندي كانوا موجودين في قطاع غزه، زائد الاكثر من اربع لواءات، منهم لواء جولاني حضرتك بتتكلمي عليه، هو لواءات النخبه ولواء جفعاتي. يعني دي مجموعه كانت هم معتقدين في الاول ان الحرب في غزه هتكون سهله، ولكن المقاومه الفلسطينيه يعني اثبتت جدارة حتى اليوم وصمود حتى اليوم، فالخسائر موجوده كبيره. انا تقديري الشخصي ان الخسائر في الجنود والضباط اصبحت الان، احنا كل يوم بنسمع ان في 50 وفي 60 وبتاع، ولكن طبعا الارقام الحقيقيه هتتقال بعد الحرب. طيب بحسب كلام حضرتك ان هي اكبر من كده بكتير، لكن وفق الاوضاع على الارض بقى سياده اللواء، يعني الامور بتتجه لايه دلوقتي؟ احنا طبعا قلنا في اول تعليق كان معاكم في صباح الخير، انا الاجتياح طول ما هم كانوا بيستخدموا القوه الجويه الغبيه والقصف البربري، كانت المقاومه ما تقدرش تعمل حاجه، لان المقاومه ما عندهاش اسلحه دفاع جوي وما عندهاش مضادات للطائرات. ولكن اول ما بدا الغرور الاسرائيلي على الارض وكان في التلاحم ده في مصلحه المقاومه بقى. نعم فندم، ده في مصلحه المقاومه.
المواجهات المباشره. الحقيقه ده تصوير حقيقي للعلاقه للقوه بين المقاومه وبين الجيش الوهمي اللي هو كانوا بيسموه بالدعايه والاعلان اقوى جيش موجود في المنطقه. فاصبحت كل في تلاحم على الارض، كل يوم بتخسر القوات المهاجمه والقوات المدافعه هي اللي بتنجح. لان هو طبعا يعني ليكن معلوما ان حرب المدن ليست حرب تقليدية، وأن حرب المدن دائما المهاجم بيحتاج ثلاث أضعاف المدافع. ولكن احنا عندنا النهاردة الأوضاع على الأرض أو المقاومة الفلسطينية أثبتت يعني براعة شديدة في استخدام ما فوق الأرض وما تحت الأرض. يعني هم دائما كانوا بيتكلموا على موضوع الأنفاق، وطبعا سريعا كده جميع الأهداف الاستراتيجية بتاعت اللي بيعلنها الكيان الصهيوني كلها فشلت حتى اليوم. فكرة القضاء على حماس وفكرة تفكيك حماس وفكرة التهجير، كل هذه الاستراتيجيات فشلت. والنهاردة الأسبوع الأخير أثبتت المقاومة الفلسطينية أنها بتشتغل فوق الأرض أكثر من تحت الأرض. يعني فكرة الأنفاق، لأن دايما العدو بيحاول يداري عكسه بإطلاق بعض الشعارات الحرب النفسية وتهديئ الجزء الرأي العام عنده. يعني حتى دايما هم يقفزوا للأمام يقول لك ما بعد الحرب، كل الكلام ده مش كلام مش مظبوط. اللي حاصل دلوقتي على الواقع وعلى الارض الحقيقيه على مسرح المعركه ان القوات المقاومه الفلسطينيه اصبحت تشتغل فوق الارض اكثر بكثير من تحت الارض. طيب سياده اللواء، يعني في اطار حديث حضرتك، الحرب النفسيه هي اللي بتمارسها اسرائيل، فشلت اعلاميا بدليل ان الراي العام العالمي كله النهارده 153 دولة بتقولوا وقف اطلاق النار، وفي دولة واحدة اللي هي امريكا ومع بريطانيا اللي هي امتنعت عنها. صحيح. سيادة اللواء، يعني اعذرني في اطار حديث حضرتك عن التفوق، واحنا بنتكلم تفوق سلاح الجو طبعا بالنسبة للكيان المحتل، هل بعد هذا الاعتراف اللي طبعا زي ما حضرتك قلت ايضا اكيد الخسارة اكبر بكتير مما اعلنوها، هل من الممكن ان تتراجع يعني اسرائيل عن استكمال حربها البرية؟ أو طبعا اسرائيل ومعها امريكا، يعني لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان امريكا النهارده تحولت من داعم الى حليف الى شريك. دليل ان يعني الجنرالات الامريكان كانوا موجودين في مجلس الحرب الاسرائيلي، تمام؟ فهم الاثنين دلوقتي هيبحثوا وهيعملوا خطه استراتيجيه، خطه كده بحيث ازاي يطلعوا باي نصر وهمي حفاظا على الاستقرار داخل اسرائيل. يعني هم دلوقتي خفضوا الـ 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 الاهداف المعلنه من ناحيه نتنياهو ومجلس الحرب بتاعه، احنا عايزين السنوار و400 الف دولار و300 الف دولار لمحمد السنوار. ما هو في دوله بتحارب عشان واحد؟ صحيح. ده رقم واحد. امريكا بدات تنزل بالايه، خطه متدرجه، نبدا نقول ايه، لا مش عايزين قصف مدنيين، ونبدا نختار الاهداف. كل دي تدرج احنا ملاحظينه، في الاخر هيحاولوا يعملوا اي نصر وهمي، اي نصر وهمي، تمام؟ لايقاف الحرب، لان الحرب ديت اثبتت فشل النظام العالمي الجديد، ونحط تحت الكلمتين دول 100 خط. يعني صحيح. هو يعني الحقيقه سياده اللواء، يعني هناك حديث دائر الان عن بحث هدنه اخرى، يعني احنا طبعا بنتابع لحظة بلحظة مجريات الأمور في قطاع غزة. بشكرك جزيل الشكر اللواء سيد الجبري الخبير الاستراتيجي.